عشان معانا على التليفون دكتور منار غانم، عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه، معانا على التليفون. دكتور منار بونجور عليكي، صباح الهنا. صباح الخير على حضرتك استاذ نهاوند واستاذ كريم وكل الساده المشاهدين. اهلا بيكي، وكالعاده بنحب تكوني متواجده معانا في اول الاسبوع طبعا وفي نهايه الاسبوع عشان نطمن الناس كمان على الويكند اخباره ايه، هل هيكون بقى في ارتفاع في درجات الحراره الفتره اللي جايه، هل هيكون ويكند يعني زي ما قال كده ممكن الناس تسافر، هيكون في استمتاع بدرجات الحراره ولا هيكون في برضو تقلبات؟ خلينا نعرف من حضرتك. هو بالفعل هيبقى في استمرار في ارتفاع درجات الحراره، احنا بدانا من بدايه هذا الاسبوع ارتفاع في درجات الحراره على اغلب انحاء الجمهوريه بفعل الكتل الهوائيه الصحراويه القادمه من صحراء شبه الجزيره العربيه، فادت لارتفاع درجات الحراره وده اللي متوقع ان هو يستمر معانا نهايه هذا الاسبوع مطلع الاسبوع القادم. متوسط درجات الحراره بالنسبه للقاهره الكبرى ما بين 33 الى 34 درجه مئويه عظمى فتره النهار، المناطق الجنوبيه جنوب الصعيد هي اللي بتتاثر اكثر بارتفاع درجات الحراره العظمى عليها 42 درجه مئويه خلال فترات النهار، فبالتالي خلال الايام المقبله واليوم الاجواء فتره النهار بتكون اجواء حاره على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري وبعض المناطق كمان من سواحلها الشماليه المحافظات المطله على البحر المتوسط، اجواء شديده الحراره على جنوب البلاد خلال فترات النهار. خلال فترات الليل كمان درجات الحراره بدات ترتفع وتتحسن بشكل كبير عن الاسابيع الماضيه، صغرى فتره الليل ما بين 22 ل 23 درجه مئويه بالنسبه للقاهره الكبرى، فاجواء فتره الليل ايضا اجواء معتدله على اغلب انحاء الجمهوريه فيما عدا بعض المناطق سواحلنا الشماليه هتبقى عليها الاجواء مائله للبروده خلال فترات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر. كمان متوقع ان يكون معانا فرص سقوط الامطار الخفيفه على بعض المناطق من السواحل الشماليه او بعض المناطق من جنوب البلاد، ده طبعا اليوم وغدا ممكن كمياتها تزيد مع يوم الجمعه القادمه وتتحول لامطار خفيفه الى متوسطه ورعديه على المناطق الجنوبيه جنوب الصعيد سلاسل جبال البحر الاحمر او جنوب سيناء، لكن مجمل الامطار في الايام المقبله ان شاء الله امطار مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه. خلينا ننوه كمان ان احنا معانا نشاط رياح خلال فترات المساء ساعات الليل، خلينا نحس اكثر بالاجواء الربيعيه والاجواء اللطيفه، لكن مع يوم الجمعه والسبت هيكون كتير ببعض الرمال والاسربه في غرب البلاد الصحراء الغربيه او سواحلنا الشماليه الغربيه، فمهم جدا ناخد بالنا من الاسربه والرمال المثاره يوم الجمعه ويوم السبت القادم. يعني هو ويكند ليس الافضل نقدر نقول بقى للخروج او للسفر او للعائلات ان هي تستمتع لان هيكون في اتربه بشكل كبير في المناطق الغربيه، هيبقى في اتربه بالفعل المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط في الصحراء الغربيه هيبقى في اتربه بشكل كبير في الصحراء الغربيه يوم الجمعه والسبت القادمين. احنا مهم ناخد بالنا لو احنا حتى خرجنا مفيش مشكله تماما، لكن لو احنا خارجين لازم نرتدي الكمامات عشان مرضى الكتله الصدريه طبعا والجيوب الانفيه. بالنسبه لدرجات الحراره الحمد لله بدانا نشعر بالاستقرار فترات الليل، البروده ما بقتش موجوده بشكل كبير، فمهم كمان ان احنا فترات النهار نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره، فتره الظهيره الفتره دي بنسجل فيها اعلى درجه حراره على مدار اليوم كله، فبقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس لان كمان السمه الاساسيه في الايام المقبله هي درجات الحراره المرتفعه لان احنا خلاص بنقترب من فصل الصيف والاجواء الصيفيه. رائع جدا تغطيتك كالعادة متميزة جدا، شكرا. في أي استفسار؟ لا تمام، أنا كويس أنتوا اتكلمتوا في تفصيلة الأتربة دي لأن كان في كلام من دكتورة منار أكيد برضو أدرى مننا بالتفصيلة دي، كان في كلام اليومين ثلاثة اللي فاتوا على السوشيال ميديا إن في احتمال كبير لوجود عواصف ترابية بس ما فهمناش من الكلام اللي هي في الصحراء الغربية، إحنا تخيلنا إن هيكون في القاهرة وبعض المحافظات كمان، فحضرتك وضحتي النقطة دي مشكورة. هو طبعا الايام الماضيه كان في اتربه ورمال مثاره، كان يوم الاحد الماضي والاثنين ودخلت الاتربه ورمال مثاره على المناطق الداخليه، احنا الاتربه ان شاء الله يوم الجمعه هتبقى في الصحراء الغربيه والمناطق الموجوده في سواحلنا الشماليه، مع يوم السبت ممكن تتقدم لبعض المناطق الداخليه، فعشان كده احنا بنقول مهم جدا المتابعه اليوميه للحشرات الجويه لان احنا لسه في الربيع وارد يحصل بعض التغيرات والتقلبات الجويه في حالتنا. صحيح. تمام، رائع جدا، نشكرك انا وكريم اكيد دكتور منار غانم، شكرا لحضرتك. يعني فكره ان الدنيا حر ماشي لكن كمان هواء بتراب كده كتير، هواء اجواء خمسينيه كده شمس بارتفاع درجات حراره بجو ما فيهوش اكسجين جامد، ده لسه اعد ايه تاني؟ خلي بالك ده لسه، ده احنا كده ما شفناش حاجه، الصيف لسه ما ابتداش، خلي الناس اللي بتحب الصيف تستمتع بالست شهور الجايين.